السلام عليكم. اليوم باش نعملو تيبي على الفلو كود تيبي ثانية باش نحاولو نعملو الانتربسيون. باش ناخدو الاكزامبل تاع البيتون لاكتيفيتي الموجودة في مانوال لاكتيفيتي. ثم بيتون عندو ممر خاص بيه في وسط الطريق. الممر هذا مفيش برشا حركة تاع لي بيتون تاع المترجلين. De temps en temps, j'y pitan. Donc, je change le feu rouge du maillot de malatou. Je change le feu rouge, je change le feu rouge, je change le bouton. Il y a des choses qui sont toujours au tri. Je change le bouton qui est le poteau par le feu rouge. Je change le bouton et je change le micro habitat de chaque tableau. Je change le lambeau de l'hamra. 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 Je change le bouton. Je change le bouton. يصير انه الكراهب تشعلهم الانبوبة الاورانجي تعلمهم اللي راهو مش نحبسوا عليهم الطريق وهو انكور تبقى الانبوبة الحمراء بتاعه تشعل. بعد اش يصير بعد بعد تشعل الانبوبة الحمراء متاع الكراهب يحبسوا الكراهب وتشعل الانبوبة الخضراء متاع البيتون نسمحوا له بالمرور مدة قديش مدة 20 ثانية ومن بعد نرجع للفونكسيونمون نورمال اللي هو شنو اللي هو الانبوبة الخضراء متاع الكراهب تخدم على طول والانبوبة الحمراء متاع البيتون تخدم على طول حتى اللي يجي بيتون واحدة اخرى نعاودو نولا الانبوبة الخضراء متاع الكراهب تشعل على طول والانبوبة الحمراء متاع البيتون تشعل على طول. هذا الفونكسيونمون نورمال. كي يجي بيتون اش يصير بالضبط؟ تطفى الانبوبة الخضراء متاع الكراهب وتشعل الانبوبة الاورانجي باش الكراهب يعرفوا اللي راهو مش تقص عليهم طريق ينقصوا وما يجوش ديريكت تحط لهم حمراء تبدا الكهرباء تيجي على طول شطاف تحبس الضربة لا تحط لهم الاورانجي ساعة نعلموها. والبيتون مازال انكور عنده الانبوبه الحمراء تشعل 5 ثواني وتتبدل الانبوبه الحمراء نتاع الكراهب يحبسوا وتشعل الانبوبه الخضراء نتاع البيتون. قديش عطوه وقت باش يتعدى؟ 20 ثاني. ونرجعو الفونكسيونمون نورمال سي كلير. دونك ها واش نصفوهم انا مالا بينا عندنا 3 انبوبات الكراهب وزوز انبوبات البيتون وبوتون باش ينزل البيتون. ونحب وقت ينزل البيتون نعطوه أولوية قصوى معناها هنا باش نستعملو انتربسيون. وما دام عندي بوتون واحد دونك احنا نعرفو الميكرو كونترولور يعطيني إمكانية تاع انتربسيون دان سول بيت اللي هي على ار بي زيرو. دونك اون فوا رولي نوتر بوتون بوسوار سور ار بي زيرو. والاخرين حتى نختارهم تباعا من ال بي ان حتى ال بي. هاتنا نحلو ان نوفو الجوريغرام سير فلو كود وكلا هذا الاكتيفيتي نتاعنا تسحق جست سيزيف 84 ا. دونك نختارو سيزيف 84 ا. مال هات اول حاجة نعملوها نهبطو قديش نسحقو من انبوبة نمشي هنا للاوتبوتس نختارو ليد نعاودو اوتبوت ليد نعاودو اوتبوت ليد نعاودو اوتبوت ليد ونعاودو اوتبوت ليد خمس هات نظموهم لهنا كيما نعرفوهم في الفيروج نحطو 3 دوم تاع الكراهب تحت بعضهم ونحطو 2 تاع البيتون تحت بعضهم. ونزيدو نحطو البوتون تحتهم سي البيتون باش كي يجي ينزل على البوتون هاذيا حطوها لي تحتهم راهو هاذي بالطبيعة تعرفو هاذيا هاك نبدلو المندر نتاعو راه نمشي بروبريتي توندو هي فرصة باش نتعلمو شوية. هاذي نبدلو المندر نتاعو هاذيا نختارو نوا بوتون بوسوار. انا ما ندري مزيان كيكه
وقال أفر يا شوان أفر يا شوان تنزلي زي دبغادي وإحنا ليش ننزل من البرنامج ومون تاني بشكي ننزل عليه يعمل نزلة ويرجع بلاستو قال لي أكتيف نيفو أو دونك إحنا أنا با بيزوان باش نرجعو أكتيف نيفو با دونك خلي أكتيف نيفو أو قال لي أنتي روبون معناها متستحقش تنحي روبونديسمون ما نسحقوش هنا يعني ما عنديش كونتاج ولا حاجة أكوي وحدة والسلام عليكم دونك اوكي هانا بدلناه ولا بوتون مزيان حبو كان نشوفو ثماش توتر بروبريتي عادي معناتها مش تاع كولور نتاع كذا تحبو نكبرو شوية نكبرو شوية متعرفش مشكل اوكي كبرناه شوي لامبو بيت نتاعنا زادا هاتنا نحطولو انبوبة حمرا وانبوبة خضرا هات نحطو هادي خضرا اوكي وهذو ما هات نحطو واحدة صفرة والورانجي هاي صفرة اوكي نحطو واحدة اخرى خضرا جبت بها المغرون دي الزينة نجم بدينا حتى مربع وكذا وكذا احنا توا اللي بيز امبورتون هو الفونكسيونمون تاعهم به هات قلتو تبيع عن قلتو هذي في ال بي ان ال بي دو ال بي تروا ال بي كاتر ال بي سانك دونك نعملو كونيكسيون بور بي انا البي زيرو المحتجز لل للانتربتور دونك نمشي بي ان بي دو غير اللي نختم فيه الكل فاسيل سهل تنجمو تعملو كونيكسيون بي تروا بي كاتر B5 ونمشي لهذا بيان سور ما نقدرش نستعملو الانتربسيون سور ال بي زيرو دونك لازم نربطو على ال بي زيرو نريد لكيكا عايش نعملو طلع للبور بي قداش لازم ياخد باش يشعلو لي مرليلة الخضرة هذه والحمرة هذه وقديش لازم ياخذ باش من بعد يشعل هذه وحدها وقديش لازم ياخذ باش يشعل من بعد هذه ومعها هذه هو تباعا مربوط هكا راهو شوف شي المرة الأولى نحب هذه تشعل على طول وهذه تشعل على طول انا باش بيتون ممنوع عليه يتعدى الكراهة بيتعدوا على طول حتى يجي بيتون حتى يجي بيتون خاطر مش ديما يمشي يجي بيتون كي قبيك تشعل هذي على طول وهذي على طول هذي راي بي بي ان بي دو بي تروا وهذي بي كاتر هاي نحسبوهم ترا هاي نبدو بشوية عندي لير بي زيرو مش موجودة هذيك هاي شو مش تابع صفر وعندي هذي صفر وعندي هذي صفر وهذي واحد وهذي واحد باش يجي هذوم احسب ثمانية مع اربعة مع ثمانية قديش 12 دونك البور بي في المرحلة الأولى لازم ياخذ 12 واضح دونك نجي لهنا نهبط بوكل ونعمل تركيل البور بي مبدئيا ولا ليش كالكيلة نعم اوتبوت ديريكت احنا مش سميناش مش سموه ملي واحد شي نعم اوتبوت ديريكت نمشي لهنا للبور بي ونعطيه قديش 12 ريجل على اساس شو معناه 12 شو معناه معناها تخدم ثمانية
Evet, Smenya Sotaş mı şey mı Smenya var mı Smenya Sotaş. Donc ne Smenya Sotaş şu araba şu nerede oluyor ne? Abdurrahman Şoy araba şu. هالكيكة قلنا هذه نحي من الحسبة دي زيرو هذه الآن والدو والكاتر والويت تانك ويت بلوس سيز هك 24 و 24 من بعد مرحلة ثانية قديش هي 24 على طول هذي 24 على طول من بعد نعمل تيست تيست على البيزيرو وليش عم في تيست يعني avec test qui a de fonctionnement normal mais il y a une chambre interruption l'interruption chambre autorisée au test pour que nous allons le B0 in tahay وقت بشام المكرون سميها شنو نسميها انت بيوتان Ah oui, ça va, présence putain. Présence putain. Mais habush. Ma houlou. En lui, t'es là-bas. Mais, donne éviter macro. Khalet en bas, l'éditeur. Ah, amel éviter macro. Ah, présence putain. Khalet en bas, l'amour. بيه تويك انا وما يخدم كيك عادي هذي 24 دينا بول بي قال له 24 بيه نجي توا اذا كان ينزل البيتان موشوخ اذا كان ينزل البيتان كي قلنا اللي يطلزي سير البيزيرو شو معنى يعني كي جي بيتان ينزل سير البيزيرو on va exécuter ce programme. On va le هذه واحد اثنين اربعة وتسعة الماء هذه قديش ستاش اربعة وستاش قديش عشرين دونك اوتبوت بول بي قال فان بول بي واخد عشرين قديش الوقت خمسة ثواني دونك نهبط وقت ونعمل خمسة ونعمل سجان كي نعود بعد ما يوفوا خمسة ثواني وهدية تشعل ومع هدية تشعل دونك وقتها يتبدل تولي هدية تشعل وتشعل الخضرة باش يحبسوا الكهرباء ويتعدل بيتون في امان بالخضرة دونك تو نجيبو هذا هنسمع بعض ما هي قديش هذي دو ولا قديش ترون دو قديش كل ترون كتر جاش مانيل داكتيفيتي ما شفتش ال ما شفتش الكونيكسيون تاع لي ديفيرونت لامب دونك ينجم يكون لي لامب مش محطوطين كيما حاطهم هنا هنا في الكونيكسيون دونك نعاود نطبق نحسب بالدي كين حسب الاكتيفيتي جينا نحسب بالدي لامب بيت انا ربطتهم هكا بي ان بي دو بي تروا بي كاتر بي سانك ينجم يكون مانيل داكتيفيتي مربوطين مثلا ب 1 ب 2 ب 3 ب 4 ب 5 دونك تتبدل الكلمه ما تلقاش 34 دونك تحفظوا هي شرية دونك الوقت هذايا قداش باش ناخذوا 20 سكوند دونك هابط هنا 20 سكوند 20 ونحطهم بسكوند كي يكمل الشيء يصير كي يكمل يخرج من هنا ويمشي يرجع البروجرام تاعو الرئيسي واضح هات نجرب هايو هاي عم كراب قاعدين يتعدوا كيوتون حبس تو حبس الله اعلم الوقت ايش
ها اجي بيتون تك شمال اخزر نزل حبس والكرام ها قاعد ينبهوا فيها وانا شق السوق صرنا قاسين عليهم وخدمنا البلاس البيتون طول البيتون قاعد يمشي قاعد يمشي في الطريق حتى يوفوا 20 سكوند يوفوا 20 سكوند يرجعوا الكراها بيخدموا يمشوا والبيتون ايام بوك الحمل يشل حتى يجي بيتون وحده سي كلير او نو نجيب له كيكة باه سكر لنا باهي هي تو هاتنا كملنا كل شيء نمشي ونحضر بروجرام حضر بروجرام نجم نخدمه على على عليزيس نحب نشربه عليزيس تو اديتي نمشي بروجرام نزيدو ثبته مليحة في شيء اوبسيون بروجي هنا عندي 20 ميجا هرتز ماذا بيا كان نحطوه 4 ميجا هرتز خاطر الميكرو كنترولر نتاعي يتحمل 10 ميجا هرتز ما يلزمنيش نفوت له الديسان اوكي نجي لهنا بيوس نمشي كونفيغيري نمشي سنو شوي نحط لي اكستال بحكم نوع اللوج اللي عندي على الفاليس اكستال اوكي ونش نعمل كومبليمي اكس قال لي اه لازمك تعمل انجسترومون والله يبارك تعمل له انجسترومون سجلوها البيرو تعملوش كيف انتو تعبوا البيرو بال باللي في شي اشتعمل تمشي على البيرو وعمل دوسي ليف نمشي على البيرو وقتها نعمل كيف كون دوسي ليف ريليف اوكي نسجل في وسط الليل اوكي نريد سجلنا اسم فلو كود ان او اسم فلو كود ان الباب يعمل في كومبيلاسيون ممكن نبدا شوية وما نكمل تو واحنا باش نستنى فيه مش حلو لذيذ هذا باي باي كم مورو مريك هل يزيس حاضر ماركت نتاعنا ها نمشي نجيبو سيزيف 84 ا سيزيف 84 ا الله يبارك تفضل سنو شوية اللي نجيب معنا ولا خذ راحتك في عقل دونك نحطو هذه لهنا نحطو هذه لهنا ونجيبو الترافيك لايت الترافيك لايت هما الفور روج تاع الكراهب اسمهم هاكا اسمهم الترافيك لايت كتب الترافيك لايت يطلعولك اهو بس وحتى حتى شو اسمه البيوتون تاعهم هاكتولي الترافيك لايت تاعهم صارلهم زوج برك ونجيبو هنا لوجيك توغل
L'ajouteur du nouveau bouton pour soir. Donc, on hôte le microcontrôleur Intel. Bien sûr, si on n'a pas besoin de l'oscillateur. Simulation break. Donc, j'ai vu le VN Hotou RB0. ونجي بيه ترافيك لايت نحطه ثلاثة الويلة اتباعا كما منظمين غادي الحمراء وين نساي حمراء مين فوقاني حمراء فوقاني حمراء وصاني صفراء كما حطيتهم هكا بالضبط دونك نجيبو هاد اللي هنا الصفراء في الوسط نجيب الترافيك لايت اخر للبيتون كالعادة الحمراء من فوق ونستعملو كان الخضرة معاه ونلوط هاي تاكي نجيبو البروغرام تانا اللي احنا مخبينه على البيرو الله اعلم مش نلقو البيرو تو هاو تنلقو هنا هاو البيرو وما هو سميه ليل ها هو شفني حط لي ريكات ميجا هرتز مش ولا سانكرونزي مكانش الوقت في اللي سيسي ولا باتي برشا بارابور لي هنا مو سيمولاسيون هاي صار بالضبط هاي من الانبوبة الحمراء تشعلتها انا هذا اصلا شوية مربطوها دي مخلوش كيكة نربطو في الماس جراوند دونك هاوني ال هادي فيكول و بيتون نزيد مثلا نزيد نوصل بينا شوية نكتبو على هادي نكتبو على هادي فيكول